أهلا، إزيكم عاملين؟ أنا أنس، في كلية طب بشري جامعة 6 أكتوبر، دفعة 2017، رايح سنة تالتة إن شاء الله. بشارك معاكم في فعالية تجميع المحاسب اعرف كليتك. مبدئيا كده أول حاجة هنتكلم عليها عندنا طريقة الدراسة، خصوصا إن في كلية الطب البشري لسه مطبقين نظام على دفعة سنة أولى اللي هي رايح سنة تانية السنة دي، أو دفعة 2018 اللي هو النظام الجديد. بس خلينا ناخد لمحة سريعة كده عن هنقارن بين النظام القديم والنظام الجديد. النظام الجديد يعني الحاجة اللي انتوا كلكم تقريبا عارفينها، ان هو بقى 5 سنين دراسة وسنتين امتياز. في النظام القديم كان 6 سنين دراسة وسنة امتياز. طيب النظام القديم كان أول 3 سنين بيبقوا أكاديمي، يعني بتدرس مواد نظري، وال3 سنين اللي بعدهم بيكون كلينيكال، بيكون المواد عملية، بتاخد بقى تخصصات، يعني جميع التخصصات وبتاخدها، جراحة، باطنة، إلى آخره يعني. طيب في النظام الجديد هيبقى أول 2 سنين عندنا في الكلية أكاديمي، وآخر 3 سنين هيكونوا كلينيكال اللي هو النظام العملي. طيب في أول 2 سنين أنت هتكون مطالب بإنك مثلا بتذاكر أو هتاخد يعني اناتومي، علم تشريح، فيسيولوجي، وظائف الاعضاء، علم وظائف الاعضاء، هتاخد بايو كيمستري اللي هي المواد الكيميائيه وتفاعلاتها في الجسم، وهتاخد كمان هيستولوجي، علم الخليه، تشريح الخليه، وبتاخد فارما، وبتاخد باثولوجي، وبتاخد يعني كل المواد الاكاديميه بتاخدها معاك. بقى ومن سنه ثالثه ان شاء الله بتبدا الكلينيكال، تبدا تاخد تخصصات اللي هو جراحة عامة، باطنة، وإلى آخره يعني. وبتشتغل 2 امتياز، يعني هم نفس المدة، 7 سنين و7 سنين، هم غيروا بس في السنة، شالوا سنة من الأكاديمي، من المواد الأكاديمية. طيب إحنا عندنا في الكلية يعني الامتحانات بتكون بشكل دوري، يعني مثلا هيكون عندك كويزات، بعد كده ميد ترم، بعد كده كوزات تانية على المواد، وبعد كده هتخش في دوامة الامتحانات البراكتيكال، وبعد كده الفاينل اللي هو الريتن. تمام. طيب ايه الصعوبات اللي ممكن تواجهها؟ يعني انا عن نفسي اول صعوبة واجهتني هنا في مصر مش اللغة مبدئيا كده، لان اللغة في مجال عموما في الطب بتدرس انت اغلب الكلمات بنسبة المصطلحات بنسبة 80% 90% بتكون مصطلحات لاتينية، فانت بتبقى داخل بتكون عليك وعلى الثانوية المصرية، بمعنى ان اللغة مش هتأثر جامد، ولا هتكون يعني تأثيرها حاجة هامشية، يعني حاجة خفيفة جدا، مش هتحس ان في تأثير اساسا من اللغة اذا عندك قصور في اللغة او لا، مش عامل مؤثر اوي، لان الدراسة بتكون باللاتيني وبتكون عليك وعلى المصري، يعني انت الثانوية المصري الثانوية السعودي مش هتفرق، انت بتاخد المصطلحات لاتيني. دي اول حاجة، اللغة مش هتكون يعني مطب انك تقف قدامه. يعني ممكن انا عن نفسي اللي واقف قدامي هنا الوقت، انك تنظم وقتك. بس مبدئيا كده قبل ما نتكلم عن اي حاجة، انت اذا مش حابب الكلية ما تخشهاش، لان هيجيلك اوقات كتير اللي زقك في الكلية هو ان انت حاببها يعني وعايز تمشي فيها، لان الدراسة فيها مش بقول لكم صعبة ولا حاجة، هي عادية زي اي كلية تانية، بس اذا انت حابب المجال الدراسة هتكون اسهل. طيب الصعوبة اللي واجهتني انا عن نفسي الوقت، يعني مثلا اذا كنتش يعني اول شهر ونص شهرين في الجامعة ما كنتش عارف اوافق بين الجامعة وبين الدراسة، بمعنى ان ايه، انا مثلا طالب في السعودية متعود ماكسيموم لما بطلع مثلا من المدرسة كنت بطلع 1:30، هنا لا، النظام اختلف، بطلع مثلا الساعة 4، قبل ما ارجع البيت 5:30 مثلا يكون المغرب. جدا يعني الوقت أهم حاجة، يعني إنك تنظم وقتك ده مكسب كبير جدا في الكلية. تاني حاجة إنك بعد ما تنظم وقتك تشوف أنت هتذاكر إيه، يعني إنك تذاكر أول بأول دي أهم حاجة، لأنك أنت لسه طالب داخل جديد مش عارف النظام، مش عارف نظام المذاكرة، في مصطلحات هتتعلمها لسه في الأول، وبعد كده هتفضل معاك في كل المذاكرة،
فهي الشوك بتاخدها بس اول شهر، اول شهرين، شهر ونص، شهرين. بعد كده بتبدأ تمشي بقى لوحدك من غير اي حاجة. فانت لازم في الاول وقتك تحدده وتظبطه، ثانيا تذاكر اول باول، ما تراكمش حاجة عليك، لانك لو راكمت في الاول خصوصا هتلاقي اللم صعب في الاخر. انت بعد كده ان شاء الله في الترم الثاني، سنة تانية، سنة تالتة، رابعة، براحتك، هتكون انت عرفت النظام ماشي ازاي، عرفت الدنيا بتتذاكر ازاي، انت ذات نفسك عرفت كم مصطلحات ثابتة. يعني في مصطلحات في الطب بتاخدها من اول يوم ليك في الكلية بتفضل معاك الى اخر يوم في المعاش، وانت بتاخد معاشك وانت بتطلع معاش، في مصطلحات ثابتة ما بتتغيرش، بتكون يعني انترودكشن لكل حاجة. كل مادة ليها انترودكشن هتاخدها هتفضل معاك، فهي بس الصدمة هتكون في الاول بس. ناس كتير حولت اعرفهم اول ما دخلت، ناس كتير جدا حولت من دفعتنا قالوا مش هقدر اكمل. هو الموضوع بس انت لازم تكون حابه، وهو سهل، بس اول بداية اي حاجة صعبة، ده طبيعي جدا. طيب انا نتائجي اول امتحان الحمد لله كانت مرضية جدا، كان تقريبا كويز اناتومي، كان ب5 درجات، وكان في الانترودكشن، يعني ما كناش حتى لسه بدأنا المنهج، كان الكويز في الانترودكشن بتاع المادة، كانوا لسه بقى بيرحبوا بينا كده، والحمد لله يعني جبت 5 من 5 فيه. الموضوع سهل جدا والله، بس انت تمشي نفسك تذاكر اول باول، دي اهم حاجة. طيب مجال الكورسات، في ناس كتير بتعتمد على الكورسات، بس انا شايف من وجهة نظري انها في اول، انا عن نفسي ما اعتمدتش على الكورسات، لان هي في اول يعني اول سنتين خصوصا يعني مش مستاهله كورسات، او هتحس انت انها مضيعه للوقت، خصوصا ان في داتا ترني، في ريكوردات ترني كتير جدا، في محاضرات على اليوتيوب من دكاتره مشهورين تغني كتير جدا عن الكورسات. الكورسات دي ممكن تلجأ لها او تحتاجها في مواد الكلينيكال، في المواد العمليه، مثلا في جراحه عامه، في باطنه، في اي ماده يعني قدام مش هنحتاجها دلوقتي. ده من وجهة نظري. في ناس بتاخد كورسات في سنة أولى وتانية ومفيش مشكلة، بس أنا من نفسي شايف إنها مضيعة للوقت بس. وحابب أشكركم على الاستماع بتاعكم، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله والنجاح والتسديد في مجال حياتكم كلها، وأشوفكم إن شاء الله عندي في الكلية. شكرا.